الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لأعزائي التلاميذ في كل مكان. إذا اليوم الحصة الثالثة أو الجزء الثالث من درس المعادلات والاحتمالات في إطار تقديم الدعم والمساعدة لتلاميذ أولى باك آداب استعدادا لخوض الامتحان الجيو. إذا نبدأ التمرين. الجزء الثالث يتكون من حل المعادلة من الدرجة الثانية، ثم متراجحة من الدرجة الثانية، وحل النظمة مكونة من معادلتين بمجهولين من الدرجة الأولى. إذا على بركة الله، السؤال الأول، سنحل المعادلة هي إكس أس 2 ناقص 5 إكس زائد 6 يساوي 0. إذا دائما في إطار تذكير اللي درنا الحصة اللي دازت، إذا هنا لحل المعادلة من هذا النوع، إذا عندنا ثلاثة ديال الإمكانيات حسب القيمة ديال المميز اللي هي دلتا. إذا كانت موجبة بمعنى غادي يكون عندنا حلين، إذا كانت سالبة صفر حل وبالتالي المعادلة مستحيلة، إذا كانت دلتا تساوي صفر معنى أن الـ إكس أن يساوي إكس اثنان يساوي يعني حل واحد. إذا في هذه الحالة شنو عندنا هنا باش نطبقوا نستعملوا المميز؟ إذا عندنا هنا أ يساوي واحد، ب ناقص خمسة، و C يساوي 6. إذا المميز هو دلتا يساوي B و C 2 ناقص 4 AC يساوي، إذا B قلنا هي ناقص 5 عفوا ناقص 4 في، إذا ما ننسوش العلامة هنا، A هي 1 في AC، C هي 6، إذن يساوي 25، لأن ناقص 5 في ناقص 5 25، ناقص 4 في 6 هي 24، إذن يساوي 1. إذن المميز يساوي 1. إذن هنا موجب، إذن هنا رانا في هذه الحالة ديال أن المعادلة تقبل حلين مختلفين. إذن بما أن دلتا موجبة فإن المعادلة تقبل حلين مختلفين. وهما كالتالي، إذن إكس واحد إذن ناقص بي ناقص جذر مربع دلتا على اثنان أ اللي هي، إذن بي قلنا هي ناقص خمسة مع ناقص اللي كاين هنا هي زائد خمسة، ناقص جذر مربع دلتا اللي هو واحد، إذن جذر مربع دلتا هي واحد على اثنان أ، إذن أ تساوي واحد، دونك يساوي اثنان، خمسة ناقص واحد أربعة، أربعة على اثنان هي اثنان، و إكس اثنان هي ناقص ب زائد جذر مربع دلتا المميز على اثنان أ تساوي، إذا ناقص ب ناقص ب قلنا هي ناقص خمسة، إذا ناقص مع ناقص غادي يرجع زائد، إذا زائد خمسة زائد جذر مربع واحد هي واحد على اثنان، إذا خمسة زائد واحد ستة على اثنان يساوي ثلاثة. إذا S تتكون من الحلين اثنان وثلاثة، يعني الثنائية
اثنان ثلاثة. طيب إذن هذا السؤال سيفيدنا في حل السؤال باء. إذن أنا ألف باء. إذن دائما حل سواء متراجحة أو المعادلة في مجموعة R. إذن السؤال باء، إذا أنا حل المتراجعة x و 6 ناقص 5 x زائد 6 أصغر من أو يساوي صفر. إذا أنا نفرض مثلا ما عندناش هذا السؤال ألف، ربما يقدر يعطيك مباشرة يقول لك حل المتراجعة. إذا ضروري من حل المعادلة x و 6 ناقص 5 x زائد 6 يساوي صفر، لابد من إيجاد حلول المعادلة لكي نحل هذه المتراجعة. إذا هنا المعادلة x و 6 ناقص 5 x زائد 6 تعطينا على هذا الشكل x ناقص 2 في x ناقص 3. إذا باش هذا يكون باش نحلوا المتراجعة باش يكون عندنا x و 6 ناقص 5 x زائد 6 أصغر من صفر، معناها خصنا نشوفوا هذا الجداء متى يكون سالبا. إذا هنا يكون عندي x، إذا بمعنى نشتغل في مجموعة R زائد ناقص لنهاية زائد لا نهاية. إذا أول عنصر أول جذر هو 2، الثاني هو 3. ثم غادي نحاولوا نبحثوا على الإشارة ديال x ناقص 2 العامل عاملي الجداء x ناقص 3، وهنا الجدة لو برودوي. إذا هنا هذه المعادلة تنعدم عند x يساوي 2، x ناقص 3 تنعدم عند x يساوي 3. إذا x ناقص 2 تكون موجبة إذا كان x أكبر من 2، وتكون سالبة إذا كانت x أصغر من أو يساوي 2. داكوغ، x ناقص 3 تنعدم قلنا في 3، إذا كان x أكبر من 3 فإن x ناقص 3 موجب وتكون سالبة في الحالة الأخرى. ثم الجداء ناقص في ناقص صافي زائد، زائد في ناقص صافي ناقص، زائد في زائد يعطينا زائد. إذا هنا كتشوفوا هنا قال لك متى يكون هذا الجداء سالبا؟ إذا يكون سالبا في المجال 2 3. إذا S هو المجال 2 3. فوالا. بون، كاين طريقة أخرى بلا من ممكن ما نديروش كاع هاد التفاصيل. إذا هنا الطريقة الأخرى x، إذا المجال في مجموعة R الجذور بالترتيب 2 3. إذا البولينوم اللي هو الحدودية x و 6 ناقص 5 x زائد 6 متى تكون أصغر من أو يساوي صفر؟ إذا كنعرفوا تحديد الإشارة بالشكل العام ديال حدودية على هذا الشكل أ إكس أوس 2 زائد إكس بي إكس زائد سي كتكون موجبة، يعني تكون يعني هنا خارج الجذرين هو إشارة أ، إشارة أ يعني الحد المعامل ديال x و 6. إذا هنا غيتكون بوزيتيف وتكون عكس A داخل الجذرين، إذا غيتكون ناقص. إذا إما نديرو هذا الجدول التفصيلي وإما مباشرة x نحدو بما أننا نشتغل على مجموعة R نحدو الجذرين اللي هما جوج وثلاثة. إذا كنشوفوا بأن الحدودية دائما كتكون إذا كانت طبعا تنعدم، إحنا في الحالة إذا كانت دلتا موجبة كنهضروا على هذا التفصيل، إذا كانت
دلتا سالبة دائما كنرجعوا كتكون موجبة إذا كانت أ موجبة نرجع للمعامل المرافق ل إكس أس 2، إذا كانت أ سالبة غادي يكون سالب. إذا هنا خارج الجذرين عندما يكون ينعدم في يعني كتكون دلتا موجبة وبالتالي المعادلة تقبل حلين، إذا إشارة الحدودية غادي تكون تحمل إشارة أ خارج الجذرين بينما عكس إشارة أ داخل الجذرين. فوالا. إذا الآن غادي نمشيو للسؤال الثاني ويتعلق الأمر بحل النظمة 7x ناقص 5x يساوي 8 ثم x زائد 5 يساوي x زائد y يساوي 5. إذا حل النظمة يقتضي منا أننا نستعمل وحدة طرق، إما باستعمال التعويض أو باستعمال التأليف الخطية أو استعمال المحددة. إذا في الغالب نستعمل المحددة. إذا غادي نلقاو نحاولوا نبحثوا عن محددة هذه النظمة. حساب المحددة إذا دلتا تساوي إذا كندير المعامل ديال إكس 7 1 وهنا كنديرو المعامل ديال إيكغيك يساوي إذا كنديرو 7 في 1 ناقص 1 في ناقص 5. إذا 7 في 1 يعطيني 7 ناقص مع ناقص صافي زائد 1 في 5 5 إذا يساوي 12. نمشي الآن للمحددة ديال إكس. إذا عادة هنا سنقصي المعاملة ديال إكس ونعوضها بالمعاملات الموجودة على اليمين. إذا 8 5 وهنا غادي نديرو المعاملة ديال إيكغيك إذا يساوي 8 في 1 ناقص 5 في ناقص 5 إذا يساوي 8 في 1 صافي 8 ناقص مع ناقص صافي زائد 5 في 5 25 إذا يساوي 8 زائد 25 غادي تعطيني 23 عفوا 33. ثم نحسبوا دلتا إيكغيك. إذا هنا نهتم بمعاملة غادي نخليو المعامل ديال إكس كما هو 7 1 ثم نعوض المعاملة ديال إيكغيك ب 8 5 ثم يعطيني 7 في 5 ناقص 1 في 8 7 في 5 35 1 ناقص 1 صافي ناقص 8 إذا 35 نحيدو منها 8 غتعطينا 27 ثم إكس هو المحدد ديال إكس على المحددة العامة. إذا محددة النظمة دلتا إكس، إذا دلتا إكس هي 33 على دلتا هي 12. نختزل ب3 يعطيني 11 وهنا 4. إيكغيك هي دلتا إيكغيك على دلتا، دلتا إيكغيك هي 27 ودلتا هي 12. نختزل هنا ب3 غتعطيني 9 وهنا 4. إذا ممكن أحيانا إلا شككنا نديرو التحقيق. إذا هنا إلا درنا 11 4 زائد 9 على 4 إذا غادي يعطيني هنا 20 على 4 20 على 4 تعطيني 5. هنا 7 في إكس 7 في
11 يعني 77 على 4 ونحيدوا منها 45 على 4. إذا 77 على 4 ناقص 45 على 4 شو كتعطيني؟ 7 ناقص 5 صافي جوج، 32 على 4 غادي تعطيني 8. وقلنا بأن 11 على 4 زائد 9 على 4 غادي تعطيك 20 على 4 اللي هي 5. هذا إلا بغيت تحقق، ماشي مطلوب منك تحقق. داكوغ، إذا بهذا نأتي على الجزء الثالث الدرس ديال المعادلات والاحتمالات. إذا أستودعكم الله، ودعوا معنا بالتوفيق، ودعوا معنا كذلك بالرحمة على أمواتنا. يلا تحياتي.